هنا مشاهدينا متابعينا الكرام. اذا اندفاع موفقه سيداتي انستي سادتي لرابع اشواط هذه الامسيه تتنافس فيه جياد الثلاث سنوات من صفر الى انتصار على مسافه ال 1800 متر. جميع الجياد المشاركه في هذا الشوط سبق له الانتصار، قيمه الجائزه 85000 ريال. يبدا هنا ان الاوان في اول ظهور لابن علم في هذا الموسم. المطارده تاتي هنا من الاحص على غير العاده، وكذلك زاد الحالة تبدا في المرتبه الثالثه. الغويفات يراقب في رابع المراتب، وايضا كثير في المرتبه الخامسه من المسار الداخلي. هنا الغالي فهد برفقه ظليل وايضا افندارا، لكن ابن علم في اول ظهور هذا الموسم يبدا في المرتبه الاولى مع كامل سوبينا. الاحص ابن وطني قادم في المرتبه الثانيه. الغويفات من المسار الخارجي برفقه كثير الان مشاهدينا الكرام مع المنعطف الأخير. هنا بدأت التحركات، آن الأوان من المسار الداخلي. ابن علم الأحص يبدأ في المرتبة الثانية، الغويفات في المرتبة الثالثة، وكثير في الرابعة من المسار الخارجي، وش أول أيضا من المسار الداخلي مشاهدين الكرام قبيل المنعطف الأخير. هنا تظهر الأوراق، آن الأوان يبدأ بوضع الطيران من المسار الداخلي. ابن علم في اول ظهور هذا الموسم، كثير قادم بالدخول ايضا من المسار الخارجي، كذلك قادم هنا الاحص، لكن آن الاوان يوسع الفارق. اول ظهور لابن علم مستوى رائع ونتيجة متميزة، آن الاوان الى الانتصار الثاني، الف مبروك. ايضا كثير الذي حل في المرتبة الثانية.